السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم الهبيد حيث نعبد من جديد. احنا النهاردة بقى حبايبنا، تعالوا بس الكاميرا هنا ولا اقول لك؟ لا لا لا، تعالوا الناحية التانية. النهاردة بقى يا جماعة احنا معانا لاين، يعني اسمه كده او تعريفه هو لاين، نحب نقول على ايه؟ عارفين اللاين الرسمي لألعاب الورق؟ عارفين ايه ألعاب الورق؟ هو لاين على اسم لعبة كلها لف ويعني وخوازيق ولعبة كده، اللي بيلعبها بيبقى سالك للي جنبه. حلو الكلام، حلو الكلام ده بجد والله، كلها بنبقى كده. لاين موجود في جوه ابلكيشن جواكر، موجود في كل حاجة. اللاين ده ايه يا حبايبنا؟ اللاين ده هو لاين اولو. تعالوا قبل ما نبدا في شرح الفليفر يا جماعه، نيجي نتكلم على ايه هو اللاين ده وايه اللي عجبني من الحاجات كده، اللي يعني الشكليات. اولا كده يا جماعه، هنا الاستيكر اللي معمول بصياعه قوي قوي، في تقطيعات كده حوالين كلمه اونو، وكلمه اونو زي ما بنشوفها كده على جواكر، لا شكلها صايع جدا وجامد جدا جدا. الاستيكر عجبني قوي، وده الاستيكرات سواء في الدي ال عجبتني اكتر عشان التقطيعه، الام تي ال يعني يعتبر مش عاديه، لا عاديه فوق العادية بشوية، مش هنديها صيغة عادية، أعلى من العادية. نسبة الخلط هنا يا جماعة وهي 70-30 بالنسبة للدي ال، وبالنسبة للام تي ال هي 50-50، ده بالنسبة للخلط، نسبة الخلط بتاعته. وبالنسبة للتركيزات في الام تي ال في من أول 6 و9 و12، وفي كلام إن في 18، وبالنسبة للدي ال 6 و3، وده أمر طبيعي جدا بالنسبة لأي دي ال، وده أنا معاهم جدا جدا في ده. وبالنسبة للفئة السعرية اللي بيلعب فيها اللاين هنا، هي فئة سعرية محترمة جدا، بيقدم لك قيمة مقابل اللي انت دفعته، ودي حاجة حلوة قوي. فهيا بينا نبدأ في شرح هذه الفليفرات. اول فليفر معانا وهو المانجا، او اللي يتقال عليه مانجا ميدن ايس، او ميديا ايس، او ميدين، او يعني عارف انت اللي هي الوسطية كده، ما تفهمش ليه هم كاتبين كده، وهل في منها اكسترا ولا لا، ده انا لسه مش عارف، وهسأل برضو اصحاب اللاين في الموضوع ده. بالنسبة للمانجا هنا هي مفيش منها غير دي ال، مش عاملين منها ام تي ال، ودي حاجة حلوة قوي 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 ان هم مش عاملين منها ام تي ال، لان هي ما كانتش هتظبط قوي قوي في الام تي ال. ايه هي مش مانجا بس، لا ده اللي فاجئني جدا جدا، هي عبارة عن مانجا كاشمان قوي قوي، طعمها زي طعم الكاشمان كده، معاها سنة الساعة المحببة الى القلب، والساعة هنا وسطية مش زيادة مش اكسترا زي ما قلنا، ومعاها بقى سنة اناناس، دي اللي يعني دي اللعبة اللي ما كانتش متوقعة. واللعبة هنا انا قلت لو كان فيها اناناس عالي كان ممكن يدمر الريسباي او ينقلها في حتة تانية مثلا، حتة مش حلوة، لكن لا، نسبة الاناناس المحطوطة هنا هي مظبوطة جدا 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 جدا، ومش لعبة في الريسباي ولا مدمرها، بالعكس انا حبيت هذا المانجا، واحب اقول ان هو مانجا بالاناناس، بس الاناناس مش واضح قوي، همشيها مانجا بالاناناس. جميلة. تاني زجاجة معانا بقى صديقي، وهي التشيز كراميل نوتس، ويعني الاسم كده عارف انت لما اجيب لك حته جبنه تمام واحط لك عليها كراميل ومكسرات، الموضوع هيبقى عجيب جدا جدا جدا، ولو حد قال لك خد دي كلها ولا حاجه هتبقى قرفان جدا الموضوع، يعني بالنسبه لي لا، قلت حاجه عك. اما فتحتها ودقت لا، الموضوع مختلف تماما تماما تماما. هتقول لي ليه؟ هاجي اقول لك ليه. بص يا برنس، موضوع هنا مختلف لان انا لقيت طعم الجبنه حلو قوي 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 وكتير مش قليل، وعليه من فوق طعم الكراميل، والكراميل هنا برضو واخد حده الجبنه، واخدهم الاثنين مع بعضيهم، ومعاهم بقى رشه المكسرات من فوق. واحلى حاجه في رشه المكسرات دي يا صديقي ان انت هتلاقي اللي مسيطر عليها اللوز والبندق، حلو الكلام، ومعاهم كمان عين الجمل، وده اللي عجبني قوي قوي فيها بجد، من احلى الحاجات اللي هتلاقيها، وللاسف مفيش منها ام تي ال. تالت زجاجه بقى معانا يا صديقي وهي التوباكو وايت، التوباكو الجميل كده الابيض، وتعالى افهمك يعني ايه التوباكو وايت. بص بقى يا صديقي، قبل بس ما نبتدي الكلام، اي حاجه انت جربتها او شفتها الفليفرين اللي فاتوا دول، في منهم دي ال مفيش منهم ام تي ال، كل اللي جاي بعد كده هيبقى في منه ام تي ال ودي ال. فتعالوا بقى نتكلم على التوباكو وايت. التوباكو وايت يا صديقي هي، بص انا بحب اربط دايما الكلام بحكايات، فخد الحكايه دي. في مثلا واحد يقول لك انا احب الساحل الطيب ما احبش الساحل الشرير عشان جيبي ما يتجرحش مثلا، هي نفس الفكره هنا،
اي حد كاره التوباكو وما بيحبوش جربه قبل كده وما حبوش في الدي ال، انا منصحه جدا جدا يجرب التوباكو وايت. ليه؟ لان هو هنا توباكو سلس جدا 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 جدا، هادي قوي وجميل قوي وسموس كده. ده اول مره في حياتي اشوف توباكو سموس قسما بالله، وعليه سنه فانيليا مع السكر محترمه جدا جدا جدا، تخليك فعلا ممكن تشربها دي ال وام تي ال 24 ساعه. انت راجل بتكره التوباكو لازم تجرب التوباكو وايت، بجد اختراع. رابع زجاجة معانا صديقي وهي الباتر كوكيز. باتر كوكيز هنا انا كان نفسي ما تبقاش اسمها باتر كوكيز لما انا دقتها، لا كان نفسي يبقى اسمها كوكيز باتر. ليه بقى؟ طعم الكوكيز هنا عالي قوي، اعلى من الزبدة بكتير. حسيت ان البسكويت بيدوب في بقي من كتر طعم البسكويت العالي قوي قوي قوي. وغير كده هو طعمها هنا فانيليا، في منها ام تي ال ودي ال، بس انت هتقابل كوكيز فانيليا بشوية زبدة. كان نفسي الزبدة تزيد كده سنة، زودوها. خامس زجاجة معانا صديقي وهي البسكونيلا. عارف انت بتفكرني كده بالسلمونيلا وامراض وحاجات ربنا ما يوريك. بص بقى صديقي، تعال احكي لك حكاية قبل ما احكي يا في منها ام تي ال ودي ال. اول حكاية كده احب احكيها سريعا عن السلمونيلا او البسكوتيلا اللي انا بقول عليها سلمونيلا. عارف انت لما يجي شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، ها لما بيجي الشهر الكريم في اخر يوم في الشهر الكريم يوم الوقفه كده، انت بتبقى ايه قاعد مبسوط كده، تلاقي الحاجه جت ولبستك ان انت تودي الصاج توديه عشان تعمل الكحك. عارف الشغل ده اللي هو تلبيس تلبيس تلبيس، تلاقي نفسك نزلت بالصاج الساعه 4 الفجر ورايح وراجع وطالع عين امك لغايه لما تخلص وتطلع بيها بعد ما تسوي تطلعه. هو المفروض بقى ان انا الاقي هنا طعم البسكوت بتاع اللي هو الكحك بتاع العيد ده اللي انا حسيت بيه، مع ان هنا هو بيقول لي ان انا المفروض يعني هلاقي بسكويت بالكراميل او فيه مش كراميل كاستر. لا انا هنا ما لقيتش الكاستر، ده بالنسبه للدي ال مش الام تي ال، لان لسه الام تي ال هحكي عليها شويه. بالنسبه للدي ال انا ما لقيتش الوعد اللي انا موعود بيه، انا لقيت بقول لك طعم تاني خالص. اللي بيحب طعم البسكوت بتاع مش بسكوت الكحك اللي هو ابو سكر ده اللي بتاكله وانت لابس الجلابيه البيضاء بعد ما بتخلص صلاه وبتنزله في اللبن وتقعد تضربه، هو ده اللي انا لقيته هنا حرفيا يا جدعان. اونو لو كان سماها كحك العيد او كده كانت هتبقى جامده جدا، وهي المشكله انها حلوه بس انا اتخدعت. يعني انا المفروض ان انا الاقي حاجه، لقيت حاجه تانية. في الام تي ال بقى هم ظبطينها شويه، لقيت لا لقيت هنا بقى طعم التورته. عارف في امريكا كده اللي هي تورت كده كيك بيعملوه ويحطوا فيه فراوله، ده كيك محطوط فيه كاستر، ده اللي انا دقته هنا طعم كيك ومعاه كاستر، ده اللي انا دقته في الام تي ال. لكن في الدي ال اللي انا دقته انا دقت كحك العيد، وهي حلوه جدا على فكره وجامده جدا جدا، بس يعني اكتبوا عليها كحك العيد، اكتبوا كحك العيد. سادس زجاجه بقى معانا صديقي، تعالى برضه اقول لك هنا، وهي البلو ريد. البلو ريد هي حكايه حوار، انا حبيت هذه الازازه. بص بقى طرطق ودانك كده واسمعني، احنا مش داخلين على كشم على مش كشمن، لا مش كشمش او كده، هي فيها كشمش بس مش داخلين على بينك بانثر، لا احنا داخلين على ايه؟ ركز كده وصلى على اللي يشفع فيك. اول حاجه فراوله، حلو الكلام، توت ازرق، توت احمر، عنب احمر، كشمش بس نوع اللي هو الاحمر وده مش موجود كتير، ده قليل قوي قوي قوي. وفي بقى كمان طعم حاجه تانية حمراء، هو هنا مستخدم كل حاجه حمراء وزرقاء، وده اللي عجبني قوي 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 فيها بجد، مع سنه بقى ايه الاكسترا ايس. سنه الاكسترا ايس اللي موجوده هنا يا جدعان مش طبيعيه، حرفيا 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 انا هنا قابلت افضل اكسترا ايس انا قابلته قبل كده في لاين. لا بجد بلو بيري او البلو ريد، انا مش عارف ليه بقول عليها بلو بيري بس انا حسيت ان هي فيها البلو بيري هنا عظيم. بس عامه البلو ريد انا بقول لاي حد، اي حد بيحب الفاكهه ومش عايز يشرب بينك بانثر او مش عايز يروح ناحيه الحاجات اللي فيها بينك بانثر، اشرب البلو ريد من اونو وادعي لي، ابوس ايدك ادعي لي. سبع زجاجه بقى صديقي تعالى وانا اقول لك عليها، خد يا فندي خد سفندي. ده اي كلام طبعا برميع قبل الزجاجه اللي ما عجبتنيش ولا جت معايا سكه ولا ام تي ال ولا دي ال، وده حق الله. يعني سويت ميلون، سويت ميلون من الكلمه يعني، او سويت ميلون ميديوم ايس، حلو الكلام، ده الشرح يعني اللي هو المكتوب اللي انا حسيت بيه اول الكلام كده، ان انت هتدخل هتلاقي بقى بحر من البطيخ مع السكر، السكر قليل قوي والبطيخ، لقيت معاه كوكونات
كوكونات. انتوا متخيلين يا جدعان ان كوكونات يعني مش ان كوكو كوكو، لا يعني ان في جوزة الهند محطوطه على بطيخ تمام، وسكر قليل والساعه متوسطه، اللي هو يا عم حرام عليك، زود سكر هند الكوكونات المحطوطه هنا، قللوا سيكا وزود ساقعه، ويعني كانت تبقى رزبها مرعبه. حرام عليك يعني، حرام عليكم يا جماعه، يعني ما جاتش معايا سكه ليه؟ ليه انا بحب البطيخ، انا بحب البطيخ. اخر زجاجه معانا وهي ام تي ال وليس لها دي ال، بس الزجاجه دي ايه؟ جحيم. ليه بقى صديقي الزجاجه دي جحيم؟ اولا كده اسم الزجاجه سيكريت بلند، سيكريت بلند اللي عاملينه هنا او الخلطه السريه من التوباكو البلند المعمول هنا هي خلطه فظيعه بجد. انا ما كنتش متوقع من اللاين مليان حاجات فرايحي وحاجات فيها جمادان وفواكه وبتاع وبسكوتات وكده، ما كنتش متوقع ابدا ان هو يطلع توباكو بالمنظر ده. من الاخر كده صديقي، هو حوالي اربع انواع من التوباكو الخشنين الحلوين قوي قوي، السكر هنا معتدل قليل مش كتير ومعتدل ومظبوط قوي. لا انا حبيت، وتركيز يعني التركيزات هنا اللي موجوده، تركيز المج اللي انتوا فاهمين عشان ما بنقولوش في الحلقات، تركيز المج هنا مظبوط جدا 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 جدا، سواء في السته او في التسعه او في ال 12. لا انا توباكو بليند دي اللي زي دي دخلت قلبي، دخلت قلبي قوي قوي قوي. اي حد انت بتحب التوباكو الخشن، اي حد يحب التوباكو الخشن، اقول لكم البلند السيكريت بلند رهيبه رهيبه مش طبيعيه. نخش بقى في الموضوع، ها كل الناس عايزه تكسب وكله مبسوط وكله فرحان فكله هيكسب. مبدئيا كده خمس اشخاص هيكسبوا معانا في هذه الحلقه، كل شخص هيكسب اربع زجاجات هيجولك لحد عندك. حلو الكلام ده، اونو اللي بتفرح الناس مش احنا. ايه اللي مطلوب منك عشان تكسب اربع زجاجات من اختيارك، سواء ام تي ال او دي ال او ام تي ال ودي ال؟ يعني شوف انت ممكن الاربع زجاجات دول تشكلهم بخيالك. ايه اللي مطلوب منك؟ تعمل منشن لخمسه من صحابك على الفيديو، وشير ولايك للفيديو، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب. امان، اوعى تنسى اليوتيوب. حلو الكلام، بس كده ده كان كل اللي معانا النهارده، وكان معكم الهبيد يهبد حيثما شاء وقت ما شاء اينما شاء. بس كده انا بقى ايه، انا من بقى انا هروح اصيف، انا راح اصيف، انا عايز اصيف، انا بقف قدام المروحه بصيف.